إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأن قصوا جنة تفسير كي قرآن كريم كاها ودرس جيني بغل سغاشاً إيوه صده ونوغا باللابان أي آيات دكوبادة من سورة الإسراء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل نوال ليرة سورة الإسراء نوال ليرة هذا صابتها لبدا معنى واكو جرانو سورة بالله وحي كباللابان إسريه أما ديلمين تي نبيغ اللي ديلميي oo laga dheelmiyay Masjidul Haram oo loo dheelmiyay Baytul Maqdis aan Banu Israa'il qisadooda way ku jirtaa oo si faahfaahsan ayaa looga hadlo markii Israa'il laga baxay ayaa lagu xijiyay marka suurada labada magacba way leedahay xadiisana faabitaana labada magacba ku soo arooreen suuratul Isra' iyo suuratul Bani Israa'il wa suura makkiyya wa quraankii soo dagay qabla al-hijra قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي عليه ايام نقصان يا عيب ودن كفه فهم كفغينا اسرى الله بالمضي بعبد ادون كيس ليلا وقت الليل وقت عبين من المسجد الحرام مسجد كحرمه لحقي سنه كلا بالمضي هلكاس ايا يسروه قبل لوضي من المسجد مسجد كحقي سنه كلا بالمضي مسجد كي الحرام حرمه لها الى المسجد مسجد كي انت كان اولى بالمضي مسجد كالاقصى فغانت بدنا الذي مسجد الاقصى باركنا ان بركينا حول واريره لنريه ان النبي صوت سن درتيدن اولى بالمن الهي من اياتنا بعض اياتنا ايرهن وحكمت انه الله هو السميع والله مقل بدن اقواش الضمبه البصير والله عرقت بضان أفعاش الضمضة الله سبحانه وتعالى أصغى يا إسنسته يو إسهوفيه ونقصان يا عيابا بان إسكفه بينيه سبب طاء وحو سميه أودا وحن وح أودا يجرين أصغى النويه وأي كم تهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو حبين كل المييه مسجد الحرام او مسجد الكعبة كدحتال او بيت المقدس جيي كدبنا او ككرسيي هلكاس او معراج كي قبل لوداي 7 سنه او دافسيي حبين نمر او سو اريي او مسجد الحرام كي كيناي marka الله ما ان عيد كلي او سداس اودا ما جيرتو تاس waxay keenayda ilaahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan laga hufo laga anfiyo subhana alladhi allee ayaan nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufayaan ka fogaayna asra la dheelmaday bicadi adoonkiisa asra iyo sara waa laba ficil oo labaduba laazim yihiin mu'addam ma aha waa dheelmiyay lama dhigi karo illa ficilku mu'addam ma aha ma ficil laazim weey asra waa dheelmaday weey sayru layl al-irada asra socodka habeenkii sarana waa lam سرا وادل مريوي اسرانا وادل مريوي لبدا فعل بوا لازم marka sara la yiraahdo masterkeedu wuxuu ku yimaada suran sida wax weyn hudan hadii la yiraahdo asrana masterkeedu wuxuu ku yimaada isra laakin labaduba waa lazim marka waa inaad fiil lazim iyo mu'addal labadooda macna aadan isku qaldin subhana alladhi allahi ban nuqsan ya aba dam an ka hufan ka fogaayna أسرى الله بالمضى بعد أدونكيس الليلا وقت الليل وقت هذين أيو كلب المضى من المسجد مسجد كنتي كا مسجد كالحرام حرمضى له ووحوين مسجد كعبادو كدحت الله كاسى رب العالمين كلب المضى إلى المسجد مسجد كنتي انتي كا أيو كلب المضى مسجد كالأقصى فغانت بطنا ومسجد وحوين أقصى أما بيت المقدس مسجد كبيت المقدس الليلة كاس أيو دال مدكيكو جاي رب العالمين الذي مسجد كي باركنا عن بركينا حول هريريه سا مسجد الأقصى هريريه سا وبركي سين وحالو رجي دا وحالو بركي في الزروع
والثمار والأنهار مروح إيا بضر إيا وبيال أيا كهر رئيسان وحاكبها النعم أدو فرد مركا إلها بركي وحلو لجدا قيرات فرد بضا أيا هريريسة كيالة وآه مروح إيا زرع إيا وبيال إيا نعم تاس الذي مسجد كباركنا أن بركينا حول هريريسة وأنكو بركينا في الزروع والثمار والأنهار محل دلمي إلى وطير للنوريه إن أن تصنو درتيدا دلمي نبقى إن أن تصنو من آياتنا آياتنا وحكمت من تواطب عيدية آياتي الله تنصوما عرق بعض آيات الله يصوأر مركا إن أن تصنو من آياتنا بعض آياتنا آياتنا وحكمت إنه ألا هو السميع وألم مقل بدن أقواش الضوما لما أنتد ومقلا البصير والله أركتي بران وأفعاش الضمرة إذا الكود الله وامدك أركا يا سبحانه إسراها هي المعراج كل ربي كريم الإسراء والمعراج وإن أدخلت تقان أوضا نسكو قلبين إسراء وحي تهي مكة نبيك صلى الله عليه وسلم إياه لقوة دي بيت المقدس يلقي بلكوناها ونبيك صلى الله عليه وسلم دابت أيها اللقو قاضي براق ليره دابت داس وهو ويان كير بغشة إن كان وين دميركا دابت داس أيها اللقو قاضي وليرا دا براق ودابت عد ودميركا كوين بغل كان كير وحان أي دادكو دربية دا كوصورتان ومالحة بنو آدان لوقار كدام وحاس وحجر ماهن وأجا صورنا مرة من قبل صورين مثله وابن ولوقتي حشاد ضغاء بيتو سكري قف حشاد لوا أوحى صوره سو مثلي وابن صورنا مثلي لما نصورين وأجا يا سعر كبير يا وح صوره نبي محمد صلى الله عليه وسلم وح ما صوره مثلي حرام وين وح لا صوره مثلي ملك جبريل وح ما صورين يا كلو أركيبه قف كلو أركين اللي ما بشيء dadka kala toobaro aadanka hal qof oo yiri ana buraq arkay ma jiro marka waxay ka tag beenta iyo xaaraanta waxay ka mid tahay bani aadamku ay ku dhigadeen oo xishood darada tusayda waxa way waxay la dambida ku sawiran iyo buriyaha aan dadka aan xogaa aqoonta u lahayn waa qalad way waan la iska fujiye waxa sax jiraan marka daabadaas lagu qaaday oo looga qaaday makko daabadaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku tilmaamay xawliga ay ku soconayday isha meesha ay ka aragto ayay tilaabta dhigay tilaabta kale isha kale meesha wax ka arag waxa uu aad u dheer ilaahay kaliyo garan karo marka daabadaas looga qaaday makko ayada lagu geeyay baytul maqdis intaas la raa israa mi'raajna mi'raaj luqada soomaaliga waa jaran jar ama eelada wax lagu koro guriga dabaqa wax weyn ama fooqaaj wax lagu koro la yiraahdo waa jaran jar soomaalida gabadha sallaan ay yiraahdaan waxa weeyaan kaas weeye charanchar taas weey mihraaj marka qaabka uu ahanagu garamayno laakin mihraaj dad maqasho baytul maqdis markii nabiga la geeyay ayaa laga kursiyo samada laga kursiyo halkaas laga kursiyo marka baytul maqdis laga bilaabo ilaa meeshii uu nabigu gaaray waa mihraaj taas bulkaan uu socdayo daabadu sidayna waa israa labadoodu sidaas ayay kala yihiin israaga waxa weyn hadis aad u farabadan ayaa ku soo arortay in dhow 22 saxaabi ayaana wariday waana mutawaatir hadis ku soo arortay darajada tawaatur ay gaartay waa darajada ugu sareysa ee hadis gaaro idan macnaheedu waxa weyn qadci waa wax go'an oo qofka beeniyo yiraa lama dheelmin nabiga uu gaaloobayo waa qadci in nabiga la dheelmiyo hadis ku soo arortana waa mutawaatir ma ahan hatta ahado qoloyinka mutakallimiinta ay dhigi jireen lagama qaada kar aqeeda hatta ma aha wa hadis oo qadci ah oo go'an nabiga ila dheelmiyay oo mutawaatir ah oo dhow 22 saxaabi ay nabiga ka wariyeen sallallahu alayhi wasallam haafid kuna wax badan halkaan uga soo adooriyay oo hadistaas kamid ah marka qulaasahan atan soo koobno nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo jooga waxa weeye masjidul xaraam ka abtiisa ayaa loo keenay daabadaas oo buraaq ah oo cab oo faraskana ka weyn baqashana ka hooseeyba oo qob ka dhigayda ishu meeshay wax ka aragto uu koray nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la socdo baytul maqdis ayuu geeyay meel oo bir xalqada saas u wareegsan albaabka ku tiilay agtiisa halkaas uu nabigu ku xirtay daabadii masaajidku galay markaas uu nabigu laba ragca ku tukaday sallallahu alayhi wasallam laba ragco ayuu ku tukaday masaajidka
كدب ملك جبريل أيها ويل أوكاني ويل كاس أو وحوين آنا كجران يا ويل قمراء مركا لبدا ويل أيها أوكاني مركي أوكاني نبيغو آنه يدورتي صلى الله عليه وسلم جبريل وحوير أصبت الخطرة سنة ديات أصبت سنة ديات أصبت أو هدق وحوين إلهي كالليحي قمراء ديات آنه قادرتي سنة دي دين كي سحبا أصبتي ويل هل كاسا نبيغ ليغا كرسي صلى الله وسلم عليه سماد كوبات مركي لتغي أمال كل جبريل بالباي إن لا فرا أو إلا ملكا فرا سماد إسكما فرنا بالبابي لا يضحي واحرينيهين ولا وارديا إدوال بالغما فرا هل كاس مركي لتغي أمال كل جبريل أيا وحا ويان بالبدا إن لا فرا مركاس ليري واكوما مركاس هو جبريل مدهن وانيغا مدهن وقالت الباب تات غراعضو الباب تات غراعضو أولو قرا واكوما وانيغا وقالت ما بقى صلى الله عليه وسلم صحابي يقول وأنا جوا وكوين كله أنا رحمة أنا بعمر إلا قفل بأنا وأبيك رب قفل بوا عصير المكت وشيدنا يا واي مكتل يقول هانو وشيدنا واحد يقول جوجرتو ما جي اللجوجي خانوا هنا شيرتها أو ترى هذا هبل بنا واحد لجوجرتو شير إلا جوجرت الله ربا مركا وين مركو جبريل أيوير جبريل ويوير مركا سالير يا كلا صعدا مركا سوير محمد إلى الصعدا markaas la yiri ma la soo diray markaas uu yiri waa la soo diray markaas aan la ka furay halkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku arkay yiri nabiyullahi aadam alayhi salaam abul bashar marka way soo dhaweeyay waana ii duceeyo khayr ayuu igu duceeyay kadibna waxaan kornay yiri samadi labaad malakul jibriil ayiri aan la ka furo waxa la yiri waa kuma markaas uu yiri waa jibriil markaas la yiri yaa kula socda markaas uu yiri muhammad markaas waxa lagu yiri ma la soo diray markaas uu yiri waa la soo diray markaas aan la ka furay yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam halkaasna waxaan ku arkay yiri waxa weeyaan bibnayil khala labadii mabi oo ilma habreedka aha oo labada gabdhood wada dhashay ay baleen waxa weeyaan wa yahya ibn zakariya iyo isa ibn maryama labadaas weeyeen labadoodu waa ilma habreed weey labadoodu hooyo wada dhasheen nabii isa hooyadiis iyo nabii yahya hooyadiis ayaa wada dhashay labada san samada labaadna ugu tagay inuu soo dhaweeyo waa ii duceeyo khayr ay ugu duceeyo kadib samadii saddexaad ayaan kornay samadii saddexaad malaku jibriil ayaa yiraahay la furo waxa la yiraahay waa kuma markaas uu waa jibriil markaas la yiraahay kula jira markaas uu yiraahay muhammad markaas la yiraahay ma la soo diray markaas uu yiraahay waa la soo diray markaas aan la ka furay samada saddexaadna nabi yusuf ayaan ugu tagnay yiraahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wa idahu wa qad udiya shatral حسني وحان اوغاداي وير قروخدا او دن وحا الهي قروخ بخيي انت لا كلا برا كرغيس بخلسي نبي الله يوسف عليه السلام قروخو دن انت لا كلا برا ابرلسي ماكا وا وح الهي ان غرا كلا وح لا سوراي كلا ما وي سو دويه وا اي دعيو قير وي دعيو كدبنا سمادي افراد ان كورناي سمادي افراد ايا جبريل بلبين لا فورا وحا لير وا كوما و خو يري وا جبريل وحا لير يا كولا جيره و خو يري وا محمد waxa la yiri ma la soo diray markaas uu yiri waa la soo diray albaabki markaas la furay markaasna nabiyullah idris waxa weeyaan aan halkaas u tagnay samada afraad way soo dhaweeyay waana ii duceeyo khayr uu igu duceeyay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yaqulu allah wa rafa'nahu makanan aliy ilaahay wuxuu yiri nabi idris markuu ka hadlayay waxaan u kor yeelnay makan sareeyo halkaas marka waxay ku tusayda waxa weeyaan makaanka sareeya oo Ilaahay sheegay inay tahay samada afraad in la geeyay samada afraad in la geeyay ayaa xadiisku ku baraya macaanideeda saddexda ay ku fasirnay ayna kamid ahayn saddex macno waa inay ku soo fasirnay mid kamid ah sidaas aha kadib waa la koray samada shanaad samadii shanaad ama malakul jibriil dalbada in la furo samadii markii uu dalbaday waxa la yiri waa kuma wuxuu yiri waa jibriil markaas la yiri yaa kula jira muhammada ila jira ayuu yiri markaas la yiri ma la soo diray markaas yiri waa la soo diray markaas la furay samada shanaad waxaan ugu tagnay nabiyullahi harun ibn imran oo la dhashay nabiyullahi musa ibn imran way soo dhaweeyay qayrna way ugu duceeyay kadib sabadii lixaad ayaan kornay yiri samadii markaan kornay malakul jibriil ayaa dalbaday in la furo waxa la yiri yaa tahay markaas yiri jibriil markaas la yiri yaa kula jira markaas yiri muhammad markaas ayaa la yiri ma la soo diray markaas yiri waa la soo diray albaabkii marka samadii lixaad ayaa la furay nabiyullaahi muusa ugu tagnay waana soo dhaweeyay waana ii duceeyo khayr ugu duceeyay
روايه قالها كسوغان مركو كغدبي نبي انو بويي نبي الله موسى عليه السلام او لا يري مخاد لا بويي دا او ويري وحان لا بويي يا ويل اني ايغا دنبيي او رسول الله لا ديري امدي سجنه وها كغليه واخ كبدن امديده انت جنده كغليه تاسنا معنيه حست ماهم او ليه حو ايغا بطي اي امديسي او لو ديري رير بنو اسرائيل كوودي بدنا اني باديودين كمغسين ummadisi ay wax weyn qaybta ka baadiyowday qaybtaas la murugsan yahay la walwalaya ummatu muhammad janada hayu galeen ma hantaas nabi kama suurtawdo inuu ka walwalo kadib wuxuu yiri nabigeena subhan sallallahu alayhi wasallam samada tadalala ana la koray wuxuu dalbaday malakul jibriil in la furo waxa la yiri waa kuma markaas uu yiri jibriil weeye markaas la yiri ya kula jira markaas uu yiri muhammad ila jira markaas la yiri ma la soo diray markaas uu waa la soo diray markaas samada la ka furay samada tadabaat nabiyullah ibraahim alayhi salaam ayaan ugu tagnay markaa uu tagnay bayt kale yiraahdo baytul ma'mur wal baytul ma'mur suratu duran ku soo marnay waan ku soo sharaxnay baytul ma'mur saas ugu tiirsay baytul ma'mur ayuu ku tiirsan yahay nabiyullah ibraahim baytul ma'murna wa ka'bada samada waxaan leeyahay nabiyullah ibraahim wa nabigii dhisay kaacbada dhulka ku taala kaacbada dhulka ku taala nabigii dhisay wa nabiyullah ibraahim kii samada ilaahay wuxuu ku karaamay inuu halkaas ku tiirsado samadii toddobaad la u joogo baytul ma'mur nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maalin kasta waxa soo gala toddobaatan kun oo malaa'ik oo ku ibaadeysatoon dib ugu soo laaban tob waligood ku soo laabamayaan maray gelayaan maalin waa tagayaan toddobaatan kun oo cusub ku la yoomi imaanay taas waxay ku tusayda malaa'ikta ilaahay kireedo ilaahay un baa gala kar marka cadad taas intu leegay waa cadad aad u weyn kull yawmin toddobaatan kun oo malaa'ik oo cusub ay inta yimaadaan oo horay u imaanaysan dib u soo laabeen ta ku cibaadeystaan kadib nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam sidratul muntaha geed la yiraahdo geedaas ayuu ila tagay geedaas waxa weeyaan caleenteeda waxaad moodaa dhagaha maroodiga waxa weeyaan waxa leedahay caleen waa weyn mireheeda waxaad moodaa aashuno oo waxa weeyaan bahalada biyaha lagu shubto dhoobka ah kaas ayaad moodaa amar ilaahay ayaa daboolay wax la yaab leh oo makhluuqu awoodin inay tilmaamaan sifadeeda iyo quruxdeeda ayaa daboolay fa awha allah ilayya ma awha markaas ilaahay ii waxyooday wixii uu doonayay inuu ii waxyoodo ahay nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam halkaas markaan tagay ilaah wuxuu igu soo waajib yeelay maalin kasta konton salaadood uu igu soo waajib yeelay marka salaadaha shanta ah oo aan tukanno meeshii lagu soo waajib yeelay waa halkaas waa samada kako toddobada sana kako ee nabiga dhulka loogu ma keenino malak loogu ma soo dhiibin si toos ah Alla ugu waajibi salawaatullahi wasalaamu alayhi nabiga halkaas markii la geeyay konton salaadood ayuu habeenkii iyo maalinkii ilaahay ugu farad yeelay waan soo degay samadii lixaad ilaa aan imid nabiyullaahi muuse aan u imid nabi muuse markaan u imid uu i weydiiyo wuxuu yiri muxuu rabbigaa ummadaada ku waajib yeelay markaasaan idii yiri konton salaadood maalinkii iyo habeenkii markaasuu yiri irji laabo ilaa rabbika rabbiga u laabo u fiirso ilaa rabbika orod rabbiga xaggiisa u laabo markaad rabbi u laabato fas'alhu takhfif weydiiso inuu ka fudeeyo maxaa yeelay wuxuu yiri nabi muuse konton salaadood ummadaad ma awoodo aniga waxaan imtixaanay oon soo tijaabiyay reer bani israa'iil khalas waan laabtay ilaa rabbi rabbigay u laabto kor u aad idan rabbi halkuu jiraa fawqa samaawaat jiraa wax shakiya qof muumina kama geli karto fiiri dhulka laga waday toddobada samaa la dhaafsiiyey sidratul muntaha la geeyey ilaahay weynaa ayaa la qidaaba ku soo waajibiyey salaada waal soo degay samada lixaad markuu marayo oo lala tariyo orod ku laabay leh rabbiga marka ma shakiya ku jira in rabbi iskor jiro subxaanallah wax shakiya xataa meel geli kara ma wax xataa shakiya ma geli karo inuu ilaahay addoomadiisa ka koreeyo fiiri orod ku laaba rabbiga sidaasi waa laabtay uu yiri rabbigay markaan ku laabtay waxaan weydiistay inuu iga fudeeyo shan salaadood uga riday shan salaadood ayuu iga riday khalaas haddana waan soo degay nabi muuse ku soo laabtay hoosan u soo laabtay fiiri nabi muuse ruuxi nabi muuse markaa wuxuu yiri muxuu sameeyey rabbiga markaas aniga shan salaadood iga riday markaasuu yiri ma awoodo ummadaada
فرج إلى ربك ورث ربك الله أبو مركز وطن الله سيدا أصلا كل لابن إير إلى شن صلادات لقد لقي ورب إير وشن صلادات صلات كستانة طبان إلا أجر إكتاهاي شن طبان لقود إفتاي وكمتن أجرهان كنتن الذين شن والين كربا ورحمة يفضل إلهي وانسود دقي ونبي موسى ميدو حير من قرب بسميه وحن إلي شن عن مرسينا إن شن عن مغرب لقي مركز يري ما أود ومد أرد الله أبو ربك أرد كل الله يقفل ذلك مركز أن يوحشون أنت أسكفضنكم الله أبكر شنطة فقادنا مرك الكاس مرك سريح ويه رب العالمين أنه نغاكو ري ربي واكو ري وأكسر ري أدو مديس وعقيدة أن ولقيت لبا إماموس أو أهل السنة أسكو قلافين أو إجماعات يكسو نقليين أئمة السلفك رب العالمين ونغاكو ري كورو جيري وحاويين هل مسألة علماء المسلمين تقن إجماعي كليهين ومحي وحاويين إن ربي الدوميدي سكاكو ري عرشيبي سوكسر ري لكن كيف يقاب كأونو غصر ري مقرقر كيف كأساقا قرانا قاب وحاويين مركا اللي راضا ربي كورو جيري كوا وحي ربان إن اللينكو ليشيان سيان ومد أفهمين وأفهم ماين آيا مركا سيلين وحا اللي يري ربي عرشيكو كفر ليا مركز جيق 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 لي عشو ورمعنا به وروابع ولله كعبس ورأمد باسلين هوا ديك سبحان الله وحاني وحير نبي يري صلى الله عليه وسلم نبي وكو امتحاني كردتك قبر ويدي اين الله هل كل كراء الله مركز في صلى ساسف سوما جيدي مركي نبي صلى الله عليه وسلم وامد حجة الوداع الله الله وحوين اللهم هل بلغت إلهي يوم الجارسي يقول تفرتك وتعالي سوما كذي إلهي يوم الجارسي دينك نبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك مركو إلهي بري يو وهو ناشي سعبادة مكو كارو تاغو إلهي وينا وكسر ركتا أبون سعبادة حقي سوسو تاغي إنو قعنتو مرة لسو علي سوما كذي إلهي ويو قفك مركو أبونك إلهي حقي سعبادة تاغو إذن سعبادة قفك تاغي ما هو ذو سعبادة تاغا مسأل الله وغربا ولي دي مياد أركتين قف ساسل أولا إله وحسي ولي مياد ساسل مياد أركتين ولي أكمل هذا كدن حتى فيه مياد كديدة مارك أولا ألا كور مجرو مركو بريا ساسو بي إشو عطينا أوكي معايا لو شيء فتراه كو أبوران قفك إلهي أول بسيري قلبك أعطيك فيري مركات باحطو قلبك وهرق منا كور أري ووح كو أبوران سجود كستون ربي وسجود المحال لأن هاي سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي جاي جسرية عن مخصني عيب كوفن هل قف أولى ربي السفلى قفلة العكم ربي جاي جهوسي هل قف أولى متشو ما جرت هل الشيطان على جش يقبش المريس هذا ده إسكال الشيطان علماء كتب ده مكلفين كتاب ده ولا بيم متشلة وإمام دارم مكلفين رحمه الله سو ما تجدي مركب واحد ويان عقيدة أهل السنة on wariyad laba qof isku qafan misal waxa jira la isku khilaafo allah inuu arshiga ka sareeyo ijmaacaaday ku soo rareen aaymadi salaf ardagi shafiiciya kamid aaymada soo rare ardagi imaam shafiici kitabka wa sharh sunna wuxuu leeyahay aaymadi oo dhan oo tagay wa aaymada asalka horeeyay dhamaan waa ku ijmaacay kitabku wuxuu ku bilaabaa aalin ala arshihi fi majdihi bidatihi ala arshigiisu ka sareeya asagu deetadiisu uga sareeya saas uu leeyahay تاكدوا ساسكوب لا عقيده اهل السنه عال على عرشه في مجده بذاته على عرشه سو كسريا شرفتي ساسدو كسغن ذاتهان وسريا سوما جديد ذاتهان وسريا عقيده سو دلدلي اخر كما كمرى اوليه علمادي تكتي دمان سداسي كو اجماع لا با استلاف تقف كين كرام جلو امام البخاري كتاب في خلق افعال العباد وسوليه اسكدا مسلم يهود النصارى حتى ما قبل إلهي كرة ما لهم كذا وح الله وح الدين بشرك توح يقبل إلهي كرة بيجوا صار سير هذا الدين بوحشك تولي وح لقى أركان وح دين مشي أنا نحن إلهها ما هو البتشوجة جميع لقى جميع أم بلقى فأهل أديان ربنا أبغى قبيلي سكدة مسلمين سو ما جديد مركا وح وين وادا بفتنة تميت إن دين تبغى لقى في النية ما إن دين تبغى لقى في النية وحاويان تبعو كرواني بل قفك وحال الربا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال لغا هيا اين الله اللي هل كوچرة اين محل قوة بيا وظرف مكان اين هل كه وي ساسا نبي محمد يرسحي المسلم كي قطال قبل دي وحي تبت في السماء فرطي كرو تاك
وحيد ومن أنا أنيق يانهاي مكاسك ترى رسول الله مركز منك إسكال قبر أبونا يهدوه كير أعتقها فإنها مؤمنة وقبر مؤمنات تبي جيت تقع رسولك السنة تقع إيه هرب سهسنا بنحط كوعم بين صلى الله عليه وسلم سو ما تشيدي ونعاف صحابة ساسي كبرت تابعيالك ساسي كبرت سلف صارح إجماعا ذي كسور هرين كتبنا وكألفين كتبنا كألفين سو ما تشيدي حافظ ذهبي هالكتاب وكألف فرتي سنة لقوة ألف أي كتاب عقيدة لقى قرين أي سلف قرين أو أي سمكو أولين ألا كرتي رمجه هالكتاب يكينك وعقيدة لقى قرين وحاكوة رتالة ألا إنو كس إنو كرتي لما هل حرف بقى الله كرده أو وقت دي سلف كه وقت دي الصحابة تابعيالك تابع أطباع التابعين سد حلاس قرني هل حرف هل إمام أو يري ألا كرمجه لقفك كينك لا تنسى الرياض ما كيني كرتي كرمتشو بس ميت كلام ما كيني كرتي وريان لقى حد لي يا كرو شراء يا محق شراء منا يا الله بين هلاقى أمسو قفير متشو أي ماذا مسلمين متشو لما يقان هلاقى أمسو قفير متشو لما واحد ولد بهن كرو شراء مركب محامي قفير متشو كرمتشو قفير متشو من الله بتشوجا متشو لما يقان مدير لما واحد كل شيء مع سنة كرو شراء سيدا سبتين سنة هاي بلا هو هاد هل حرف كين أو قرآن ها أو كتب تأهل سنة قرآن السلف كي قرآن كما الله ينخلف هل حرف حتى سيور هاد ما كيني كرت لكن بقل كتابة اللي كيني كرا أو ميسك سمر الله صاري كرا أو يقول الله تعالى اللي عرشه وقصر رأي سو ما تشيدي مارك إله إلا الله عفصد على الربا قف إله إلا الله عفصد على الربا وحاو عقيدة ده كالي غنائي ماشي اسم السلاة كلا أيام برالوشنين مسلاة باس كلا وحاي الطاهاي قارا وحي رادين او كو كو امتحان قبورها ان لا توغو وحي رادين هل كانن كفهمن ان قبر لا توغو قبر ان لا توغو او هلكه وحي ليهين ميد وحما ترى واديق عليه نبي موسى سو وحنا ما تري نبي موسى هبنك نبي لا ديلمي وا كاساش كنتم كي سلاادود وحا وين تلديس اي كو تيمي ان شان لا غدغ هلكاسن كا قادن ميد ان وح ترى هلنا كو marka ugu horeeyda arintu waa mucjiso horta mucjiso hada ka rawasoon naqlinay ahal ilmigu waxay cadeeyeen nas gareeyeen mucjisada nabi la siiyo qof kale lama siiyo oo ah waliga caadiga mucjisan nabi xadeeyta sida xafidin xajri qeybkiisa suuratu nabli naku soo sheegay waa mid kooban waa mucjiso waa arin khariqul aada arintan ee arin iska caadi ah qof walba yeeli kara ma فاس وامد الكورات طلبات نبي الله موسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم انت اوتغي هورتغي ادو وداك اتوغت مهورتك يا عبد القادر اتوغي داه مهورتك لو واحد ربا شيغا عاد اسكا قياساي دو اصل كا يفرع وين يسوافقا يا واحد ليه باي سيدي موسى هو انفع النبي محمد يومضى اش عبد القادر ينفع سماهم أنفع عبد سيء سكوا فقده نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصابه دولك جوامي وقيش هذا موسى أو يروار ترايسي نبي ما سوى بقود تجيبه تبقى جديد وذات كأطوغة أرضوت عبد القادر ما يوجد لدو مطقة بغداد وكو آسين قبر جينا إنو كوش رينك الوحلة جمالي أبو أطق وعيادا وإبه ومتن تنسى بحاد نبي محمد مركو حتى أود تجي نبي موسى مطوغي يوتوغي حتى إلى تلي مبي اسكده واحد كلام يا سقى الله هذا تلا وسوي شيء دي مركب فيري هالكلام مركب ماشي وقتش يرتوى على الربع ما يتهلا توغو بالحديث كماشي وقتش إلا الدليل كوا على الربع إنه صحيح يا مركب دليل شنيد مدلول ك يدليل كونوا وافقا معناه واحد ما شيء ذا حديث كصحيحة معناها وتصيح أيها الدليل شكر ولا قارك رسمها حديث كانوا موقعه توصل النبي يقولون مصطفو غي ما توصيو لا اللي هو قمتشرت إذا مركا واحد يكون توصي ده دليل كان دليل شغل لو دليل شان الميت إلا توقو إنا يتحي وحي الشيطان أو إضلالت شيطان بقو وحيوني مركا ما الله يسكيش بهم مالها إله إن الله عب صدوه ليسكد داي وضلالة نبي صلى الله عليه وسلم وصوت دقي بيت المقدس الله كاني كد نواك كصوت دقي habeen nima la keenay masjidki masjidul haram habeen nima lagu soo celiyo subaxdi waagu markuu bariyay
waxa weyn waa u sheegay quraysh wuxuu yiri xala waa layday miyey baytul maqdis aan tagay todoba sano waa laygay markaasay madaxa gacan saarta hatta qarkood waxay yiraahdeen khalas dadkii ku qaldamay hadbay ka laabanayeen abu bakar u wardeen ka war oo isku dayeen inay abu bakar u gaalo oo yiraahdeen abu bakar ninkii laga reeb waayay warka uu yiri ma hayda suu yiri xoo yiri wuxuu leeyahay xalan samawaad ka tagay baytul maqdis noo siima oo uu rumaynaa wiil hadduu yiraahdo wallah wax ka weyn aan rumayn jiray waxaan rumayn jiray subax iyo galab aan laga soo hadlo aan buu rumayn abu bakar as-siddiq markaas aan loo baxay sifadaas u yeesh laakiin dadkii kale muslimiinta qaar gaaloobay iska day dadkii kale qaar gaaloobay oo awl rumayn oo yiri macaawu yiri samadaanta oo ka baxay waxay yiraahdeen quraysh hadda tagtay baytul maqdis noo tilma markaasna safar waliba quraysheed ay jiray oo baytul maqdis xaqiisa aad oo shaam ku baxnay ka soo socday nabiga sallallahu alayhi wasallam ka yiraahdeen noo tilma ilaahi waa u soo suuray waaba la tus markaas u tilmaamay waa kan halkaas albaabka kule waa kan halkaas daaqada kule waa kan saas u ah mid ay waa suu tilmaamay mid ay kale waxaan idin sheegay raawrtiini safarka aad meel heblay soo maray ratiga hebel ah u soo horeeyay sidii noqotay ratiga oo horeeyay markii yimid intaas ayada dhacday san kumayn hadana ka war madaxadayga waxa weyn ku faar marka nabiga sallallahu alayhi wasallam illa dalmiyay waa xaqiiqo sanadkay ahayd khilaaf badan ay jiray sanadkay ahayd khilaaf badan ay jiray adigu sida xoogga badan hijrada wax yar ka horay ahayd sanadii tobnaad aakhirkeeda iyo wixii ka dambeeyay sanadii tobnaad aakhirkeeda bisha ramadaan wixii uu ka dambeeyay meelahaas ahayd ramadaanka iyo wixii ka dambeeyay sida xoogga badan laakiin khilaaf badan ay jiray sanadii shanad ay ahayd sanadii tobnaad ay ahayd sanadii koobaad ay ahayd intuba waa jirtaa oo khilaaf badan ku jira sanada halkaas qaar waxay sameeyeen habeenkii nabiga la dheelmiyay waxay ahayd inaan bisha rajab 72-keeda cibaadaan sameeyayna oo xafladan u dhigayna waxa weeyaan laba dhinacba waa ka qalad marka koobaad habeenkii labada yaqaanba khilaaf ka jira khilaaf weyn ka jira habeen waxa kala ma yaqaan laakiin habeenada cibaadada sharcigu jideeyay ma qaldamaan hadda ciidda carafo soo habeen maalin la iska yaqaan ma waa maalinka 10-ta bisha dhulxij halaba ilmo waliga iskuma qaban ha maanta tobnaad maaniga 11 khilaaf uma jiro maxay la cibaada la jideeyay mar hadii cibaada la jideeyay waa in la cadeeyo soo ma jeedin ciidda ramadaanka ka dambeeyay oo shawaal waa maanta ka wadat waliga laba ilmo iskuma qiraaf maxay la cibaada ku aadan maanta carafa waxa weeye waa maanta ay 9-ta bisha dhulxij wax khilaaf kuma jirto ala kul hal maalin kasta oo sharcigu cibaada jideeyay waxa weyn waa cadi meesha ku jiro la iskuma khilaaf maalin kasta cibaado la jideeyo tan lama yaqaan maxay taas ku tusaysaa inaan ilaahay cibaado jideey maxay hadii cibaado la jideeyay wax aanan aqoonin ilaahay nagu adoonsan wax nala sheegin ilaahay nagu adoonsan waa nala cadeynaa sida yoom carafa yoom ashura ciidul adha ciidul fitri saasoo kale aan lagu cadeynaa tan kale hadii xataa la aqoonahaa cibaado maxay u baahan tahay tashriic nabiga inay ka sugnaato sallallahu alayhi wasallam nabigana wax cibaada lagama hayo oo uu yiri habeenka lay dheelmiyaha lagu aadiyo idan marka cibaado in loo sameeyo waa bidca waana dalaal oo la yidhahdo habeenkii dheelminta iyada loo dhiga waa bidca waa dalaal waa wax shaydaan waxyooday diinkii nabiga ka mid maaha sallallahu calayhi wasallam taasna qofka muminka waa inuu ku baraarugo diintii ilaahay soo dejiyey manhajkii saxaabada midna ka mid maaha waxaa jira xadiista israaga ka hadlayda qaar leh baytul laxmi meesha nabi ciise ku dhashay uu nabigu ku tukaday sallallahu calayhi wasallam munkar weeye xaafid ibnu kathiirna halkan tafsiirku ku keena waana munkaru ku yidhaahdaa marka taasna dad qubuuriyiinaha dariishada waxay yidhahdaan waa lagu tuka kara quburaha xaafidka kaa daweye halkan qaado waa munkar dheh ilaa waa munkare habeenkaas salaadaha la soo waajibiyey salaadaha waxaa la soo waajibiyey laba laba raco maqribka maana inta kale maqribka maan inta kale laba laba ragcay ahaayo duurka laba ragco casirka laba ragco cishaha laba ragco subxiga laba ragco maqribka saddex ragca siisu ah markii madiine la tegey intii ka horeyda labadaas ragcay la tukanayay maqribka maahane madiine markii la tegey ayaa la siyaadiyey duurkii afar laga dhigay casirkiina afar laga dhigay cishihiina afar laga dhigay maqribkii sidiisaa lagu sugay subxigiina sidiisaa lagu sugay musaafirka qofka ahna sidii hore lagu soo oo waxa la laba labadi qofka musaafir kaana waa laba labo sidaas ayaa lagu soo sidaas ayaa lagu soo nabiga sallallahu alayhi wasallam
جيركيس يا نافتا او اسكو جيرتا لا ديلميي مصير روح وكريها لا قاده خلافه كجيره لكن وحو يري محمد الامين الشنقيدي رحمه الله قران كبيان كيسا وحا كميد ايات ان علمادو لبا قول اسكو خلافا اسلا ايتنا اي كجيرتو علامات اما قرينه تسيد لبا قود ميد كميد انو صح اهين او ديدي marka labada qowl oo la isku qilaafay qowlka saxda ah wuxuu yahay in nabiga jasadkiisa iyo ruuxdiisa labadaba la qaaday jasadka iyo ruuxa labadaba waa la qaaday ma aha nafta kaliya la qaaday haafidku intuu keenay uuna keenay maxamedul amin shaqiid oo haafidku wuxuu yiri rahimahullah ulumadu waxay isku qilaafeen nabiga jirka iyo ruuxdo isku jirta asagoo soo jeeda aan la qaaday لما قول علم مدلي لما قول أي ليه أكثر كعلم ماذا وحي كتغني أكثر كعلم ماذا هرت وحوينه رؤية إهات تاسو صحمة هل ما دوي جرتا مركي هرى نبيغا كور رؤية هذي إن لديل من أيو مركو كور رؤية هذي نبيغانا صلى الله عليه وسلم سيدة حديث كبخاري قصو كان هبطو الشيء كور رؤية هذا سيدة وابو أبريو كالي أبعج سيدة عن سورة الفتح قصو عرقنا وكور رؤية هذي waxa weyn asagoo galaya masjidul haram dib u kala jooga madiina oo waxa weeyaan dawaafaya oo tinti ay xiiranayaan qaar oo ay gaabsanayaan sidiyeen u dhacay sooma sanadii 7 ee hijriyada dhacay la tadkhul min masjidul haram waxa weyn nabiga ku ruuyooday marka shay inta ku ruuyoodo ayay sidii u dhici jir sidii u dhici jir marka inta ku ruuyooday markii horata dheelminta ayaa kadib la dheelmi laakiin dheelminta dhawba waa ruuyo saxma taas saxmaan laakin qiraafku waa maxay la isku qiraafay nabiga waxa la qaaday jirkiisa iyo ruuxdo isku jirta iyo ruuxda kaliya waana inaad kala garataa ruuxda kaliya la qaaday iyo waa ku ruuyooday farqi u dhaxay ruuxda kaliya la qaaday iyo waa ku ruuyooday qow saxmaba aham ma aha laakin ilmiga qabala qaba ruuxda kaliya la qaaday marka waa ku ruuyooday oo manaam ah taas ayadu saxmaan hadii la yiraahdo waa israha damba wuxuu ahaa ama mihraaj ka damba wuxuu ahaa ruuya kaliya taas sax ma laakiin waxa sax noqon karta marka horu ku ruuyooday kadibna ficlan ay u dhacday arintii oo wala dheelmi laba qowl ku jirta qowl ruuxa kaliya la qaaday iyo qowl jasadka iyo ruux waxa aksar ka ilmigu ku tageen sawaab ma ah in jasadka iyo ruuxa la qaaday afar shay wuxuu jeestay xafid muqaddas afar shay ayuu wuxuu jeestay شيخ الوهر يقول لي سبحان الذي أسرى بعده الليلة وحان مقصان يعيب كهوفا الله الله يعلم الدون كيسا ويقول لحافظكم فالتصبيح إنما يكون عند الأمور الإدام سبحان الله وحالي رأى الرمحة ويوين مكدعا لكن هذه وحويان أرنتو أي منام أحاله وحوين الله يعلم أحاله إلا منام والي وذي يقان تتوى وذفو يوضان تتبضا مركز سبحان الله لما أدهي سبحان الله وحيث سيد عرم وين وخارق العادة عادة كد ولا يقين إن الناس قد عدي ودليل كبكوبات دليل كالباب مشركين تي قريشات آت أي مسيب بينيين بل قبل أول مسلم أبا إسلام كبه رؤيا مركب ميا النبي قالوا بينينا إلا رؤيا ولا يقين رؤيا تدكو دولا يقان وشيء عادي ولا يقان قريشنا الله يابتين قف مسلمين انت الله يابا كمان لابتين ee waxay tusayda arinta la yaab kale ee caadada ka duwan ee khaariqada ah nabiga jirkiisa la qaad taasuna waxa weeyaan waa xujada labaad ee tusayda nabiga jirkiisa iyo ruuxdiisa in la qaado dalil kas saddexaad ee tusaya waxay tahay aayada 6-daad ee suuradan suuratul israa ku jirta waxa noo imaan doonta wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas ila wuxuu subhana ruuyada aan ku tusmay kama aanan dhigin wax kale waxaan ka dhignay imtixaan dadka lagu imtixaana imtixaanay leh waa dadada daloobiga soo ma jeedi haday ruuyo ahaaleen imtixaan ma noqotay ee shayga imtixaanka ah ee dadkii gabal xataa ay ku gaaloobeen waxa weeyaan waa in jasadka la qaaday la yiraahdo oo samawaat la marsi kaasna waa xujo kale waa xujo kale ولذا سادرنا إذا رؤيا بس أريناك عبد الله بن عباس وقال رؤيا عين وي وإيش نبيك قصة أرك صلى الله عليه وسلم هذين كلا بالمية سيدو كلا توحى حجة كلا
أتوسى يا نبي إلا دلمية هبين كلا دلمية إلى ما كلا سورة النجم وحيري ما زاق البصر وما ضغى نبي إشي ثم إعلان من حد جد بين الشيء اللي هو ترك له إنه أركو أي إيش أركي ماشي أرك ليري كمان الليحان إنت أيدي حاجة كورس ولا سيرة وقوية تنا وح كلام مثل لكن آيات الله توصي كوكا عيوانا بصر كنا من آلات الجسد لا من آلات الروح بصر روح ذو ملح وحا إسكال جسد جسدك أيا إسكال مركا إنتا صوتا وحا يتوصيان نبيك صلى الله عليه وسلم إلا دلمية جسدك وحا يتمس ألك لأه نبيك هبينك إلا دلمية الله مصوعك فيري وليجت كل ما دوسكم أقرب النبي يقول لك أنتوا تجوعي الله ما أكل مسمى أرك وليجت لما دوسكم قتام النبي يقول أنتوا لوك تجوعي ولي اسمى أرك ولا كل ما يسوي دينا يوم ما أكل ما نشتبه وإجماع نصر لوك أنتوا تجوعي أرك لكن هذين كي هدين لدلمي الله ما صار أركاي وسؤال وحويان عبد الله بن عباس يقول قلبه كصار عائشة واحد ترقب كير النبي وأصار على بينه اسمه الديدان هو اسمه فقسين ورؤيانا ايضا ديدان وعيش عبد الله بن عباس من دو سوغانا وقلبك مدى ايش انا سندهان عبد الله بن عباس وغانا سوغانا بل وحبا ويدي ابو دار ابا ويدي اي نبي وحبا ربي ما صاعرك هبينك دي لقود الميد فيه مركز ويري نور انا ارى النبي وحبا مركز ويري ما صاعرك وحبا نور اي حجابه النور الحجاب كيس إلهي كويتن والنور كيف أرى سامس وأركا سحي المسلم كوكويا نور أنا أرى الحجاب كيس يا نور يا سامس وأركا ساسوي في وقت روح إلى ذلك رأيت النورا ما هي النورا أنا وأركا أنا سوى فقصين هو الحجاب سو صريح معها ما صعر تهديل لي إن ألا كرتي يا إنتو نوكا جوانا قف يري معركة أي سجري يا أولي الحجاب يقعدنا يا نور سو ما عبا واي عبا مرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاعر كنور الرب ما صاعر إيشا كم صاعر إيشا كم صاعر مرك للمنتنا أنت أصيان وقف صنعنا قال تعالى وآتينا وحنسنا موسى نبي الله موسى وحنسنا إلهيري الكتاب كتابك توراتها وجعلناه كتابك وحن كبرنا هدى هادياً من ذاتك هنونية أيان كدقناي من ذاتك هنونية أيان كدقناي لبني إسرائيل خير بني إسرائيل أن أبدقناي ألا تتخذوا وحد سوق الدرطة وقلنا اللهم وحن كنري ألا تتخذوا أي لا تتخذوا حسما يسننا من دوني أنك كسوكي وكيلاً مثل ثلاث سارتو لغتير سدو ذرية من يا ذرية من mid arurtiisiyo hamalna aan qaadnay ma nuux nabi nuux la jirkiisa innahu nabi nu kana wuxuu aha abdan adon adon ka soo shakuran shukrin badan allah subhanahu wa ta'ala marku nooga soo waramay dheelminti nabi muhammad la dheelmiyay salaatu allah wa salaam alayhi wuxuu ku cadfay nabiyullah muusa alayhi salaam quraanku wax badan wa isdabadiga wa isla xiriiriya nabi muusa iyo nabi muhammad sheegidood وخبر ان وخو كرو اسلاح ايريا كتاب القران كان marka laga sheekeyna iyo tawraat marka laga sheekeyna marka mid laga sheekeyo kan kala la sheega badana quraan ayla kutubti ugu weynad alla soo dajiyay weyn marka labadooda saasu mar badan la isku daba dhiga ila wuxuu subhana wa ataina wa ansinay muusa nabiyullahi muuse al kitaba kitabki wa tawraat wa ja'alnahu kitabka tawraada waxan ka dhignay هودن هادياً مد هرونيان كأبقني لبني إسرائيل غير بني إسرائيل هرونية كنت تعالوكي هودن أما وچعلنا كنت تعالوكي لبني إسرائيل غير بني إسرائيل عن قوات لقني مد هرونية مركا كتاب كالتوراة وحا إلهي كأبقى كتاب لقو هرونه وعقيدة الصحة دا قفك كو هرونية تنبادل كأبدك إبادة الصحة دا كو هرونية قفك إبادة بادل كأبدك أبدك حكم كعدل جاه حق كونه ليه حكم كجور كيبادل كأمد أودي جاه مرك كتاب كامل إبادة يمعمرها أحكامها وحويان حدود أمد حكم كلا كلا سارع وحول أوبه هين دين كذي الدنيا له ده كتاب إدليه هاي أهنوني الله قدك
وحان كنريو إلهي سبحانه ألا تتخذوا ألا تتخذوا في الله سوق الدين المقول قولا إن لقدك ألا وأن يلا أنت مفسرا كدن لا دنا نهية وقلنا اللهم وحان كنري ألا تتخذوا أي لا تتخذوا هكذا لنا من دوني أنيقى سوق دي وكيلا مثل ثلاثة اللي قتل سدو وتتخذوا قرادة أولا بدا التقوضة يتخذون واقرك لو يأ مركز إعرابك اسبدلا وحويان لام التعليل اللي سوق الدرا أنتنا ومستريو فعل كي نصبيني لا دون النهية ما هو النافية مركز أو حين قنين ألا يتخذوا لألا يتخذوا سعيسا أكتبقا من دون أنيقى سوق دي وكيلا مثل ثلاثة تاسا مركز ما هو النقنين إلى وقول سبحانه وحن كنري لا تتخذوا حكي لنا من دون أن يكسر كذي وكيلا من الله تلسارته وما هي من الله تلسارته وقول حافظ من كثير وحلو لكي من الله تلسارته وليا قرقاري ولا نصيرا قرقاري ولا معبودا دوني إيا من العابده إيد قرقاري لغسه أو وحما موشا أو العابده أن يكسر كذي حصمي سنين فورات سداسا رب العالمين كو أمري ذيب من إسرائيل مركز وحافظ من كثير وغيري إله سبحانه وتعالى نبي كسته وحيو كو سوده چيهي أو صدري إن أساقل لعابد وكرجيس وشريك الله صمي مركز الله إبعان أحين أو قرقاه لغسوغو حصمي صنينة ذيب من إسرائيل ساسا لو سوده چي قرقاه إن أتكدل بطو الله إبعان أحين gargaar kaasna uu yahay gargaar alla ma hanay aan aadnigu bixi karin sida cudurka la qaado caafimaad la keeno faqriga la qaado qaninimo la keeno waxa weyn ilmo in lagu siiyo faqriga laga qaado ilmo laanta waxa weeyaan roobka la keeno abaarta laga qaado cudur in laga qaado caafimaad lagu siiyo waxyaalaha rabbi kaliya awooda in lagu dambi dhaafo janna in lagu geeyo naax laga badbaadiyo waxyaalaha noocaas ah ee rabbi ma han id kale aysan awoodin ha u samaysanina id ala ka sokeyda tawraat saasa ku tiil nabi ka saasa saasa dhiij oo kutubta lagu soo dejiyo ku tiil marka qofka ilaahay id aan ahayn gargaarka waydiisanayde bay qabuuraha tuugayda waxa weeyaan qofkaas wuxuu khilaafsan yahay nabi maxamed oo kaliya ma han waa nabiyalkii oo dhan ah nabiyalkii oo dhan uu khilaafsan ilaahu wuxuu yiri subhana ذرية من ومناد حرف ندية محذوفة ذرية من يا ذرية من مد عبورتي سيو حملنا أن قاطمي مع نوح النبي نوح لتركيس إنه النبي نوح كان وقوها عبدنا الدون شكورا إلى شكرين بضان معنية دوامة ذير بنو إسرائيل يتمان بنو آدم كونك كنو بدكي نبي الله نوح دون تلقى ساري كفر عمي sida adduunka waxa ku nool nabi muuxa ka farceen ba iyo doonta dadka lagu qaado ilaa wax alla wixii waqtigii nabi muux ilaahay rumay diiday waa la halaag koonka korkiisa dhulka korkiisa hal qof kuma badbaadin ilaa intii doonta la saaray maahan intii doonta la saaray sababtay ku badbaadeen doonta loo saaray maxay ahayd iimaan ahayd soma iimaan ahayd marka galadi ayaa ilaahay xasuusina waa ummada si dareenkeedu loo kiciyo waxa la leeyahay war idinka nabi ilaahi nuuxa ka soo jeedan oo duriyadiisii tii Soomaa maxaa asalkiina iyo aabayaalkiin ku badbaadeen iimaan Soomaa waa iimaanki ku dhig ah asalkiina iimaanad ku badbaadeen iimaanka Allah nabi ilaahi nuux oo aabihi bashar kaano abu thani ah oo aad ka soo jeedan waxa weyn shukuur ah mid shukriin bana ee idinkuna aadbin ku daydo ilaahi kuwa shukriyan noqo wuxuu raafid inuu kaseer حديث واحد قصة أرائية أثر سلف كله وريي نوح عليه السلام إلهي بو مهديتش مركو واحد الحمد لله لي مركو واحد الحمد لله لي هدو برحنا الحمد لله وإلهي مهدينا هدو واحد وين أرنتي صرنا كل مركو أرنت سمعيو سيدا استراد ديدا الله أمك عري عبد شكور نبي جينا سبحان صلى الله عليه وسلم وحاكا سبحان حديث كإمام مسلم صحيح سيكوري من حديث أنس بن مالك إن الله لا يرضى عن العبد الله أدون كرال يكن نقضى كرال يكن نقضى أن يأكل الأكل هل مر إنو وحنو أو يشرب الشرب أما مر وحبه فيحمد الله عليه وإلهي كم هذي فيري بل إلهي سيد رحمد يسؤ دودة وحا أقول قفك مؤمن كرادين والله إنو خالي كان نقضى هذا انتوح أبتو قلبي قاقا سي خالص أدو إلهي الدريمة ينم أنت أكو قري هذا الحمد لله انت سأل الله إنو خالي كان نقضى سيستراد ديلا
قفك مؤمن كواح على ربا إن إسكت دون دونة جعيلك إله إن إلهي جعلاب أو رالك النغل مركز حبتو حتنا الحمد لله الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من قير حول منه ولا قوة خلاص تابح حبت الصدق طب مرابا حرام إذا إسكت حرام ترك على كسير مركز بيقى إذا بسم الله إلي مركز سيبتو هاي إسكت طوري شايدان حرام طب أنت ناشا لتو عالم بسم الله إلي شايدان حرام عاوضا مسيطة سوحية شايدان مرد مسيطة قادنا هذا ما لينا مكان كائمان إذا قيرا وهو ما خد بيجا بسم الله اللي خلاص وكوننا بدلا كام حركه بسم الله اللي مركا مركا دخونا يدو واسيدا مركا دخبا يدو واسيدا مركا انت دخما يدو واسيدا مركا بسم الله اللي دخونا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة مركا وهو مركا حنا يدو سيدا سكر الحمد لله الذي كساني هذا الطب ورزقني من غير حول منه ولا قوة مركا بيجا يدو بسم الله اللي وصار يدو خلاص وحط نقرا إذا وهم حي صفات قارئ إلهي كأمان النبي الله النور أه إنه كان عبدا شكورا أبدون شكر بران أيها نبي الله النور وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض رسول كيقول لي أبد كلك جوج الله دروي حديث كصحيح البخاري أي كتب الله أو شفاعة كلا حديث كبير حديث كصحيح كتير تبدك إن أتجا يمالين تقيامها وإلهيهم وحويا يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض ساسيلي مركا نبي الله نوح والرسول كيوريي وضبك بلك جوغ الله بروي قال تعالى إلى وحيري وقضينا وان أشيقنا إلى بني إسرائيل غير بني إسرائيل في الكتاب كتاب التوراة بحر سوحان أشيقنا لتفسدنا واتفسهادنا إذا نفسهادنا إسان في الأرض دوك كركيسة مرتين لضمر ولا تعلن واتكرن قونا إذا نت كبرا إذا عوان كرن قشو كبيرا ويل فإذا جاء مركو يمادو وعد أولاهما لبدا مر مده الرئيضة بعثنا وحن سو سارينا عليكم كركين عبادا أضامو أضامو لنا أنك نوسق نابي أضامو سؤولي بأس بقال صاحب بقال كاسو شديد أدك فكاسو وحي كوريك الدونان خلال الدياري محويان مقالة بحريدة مقالة بحريدة الدكنتين أي كوريك الدونان وكان وحو هذا الصبحين تأيدا كاسو الصبحين وعدا بلنقات بلنقات كاسو مفعولا لسمعين ثم رددنا وحن سوئ الدونا لكم إذن كيني سوئ الدونا الكرة ترغى الإرين عليهم كركو ذات كرغى الإردان وامددناكم وحنينين كردنين بأموال ماليال وبنين ويلل وجعلناكم وحنينين كردنين أكثر قوة ضدك وغبضا نفيرا أيضا كبحا إن أحسنتم هداد أعمالشين وناجدان أحسنتم وحد وناجدين لأنفسكم نففيالكين وإن أصابتم هداد أعمالشين حميضان فلها فإساءتكم حمين تيمو لها لنفس نفسي أسقناتي فإذا جاء مركو يمادو وعد الآخرة بلنقات كالضنب مركة ضنب فسهادين تضنبوت فسهادين تنبولك بلنقات كيدو مركو يمادو بعثناهم سو قدر جوابكي وانصبحنا إنها دانا عيدانكي ليسوء سيئو حميان وجوهكم وجيالكين وليدخلوا سيئو قلان المسجد مسجد كأبيت المقدس كما سيدي دخلوه أي مساجد كأقلان أولا مرة المركب يقوله الرئيدي وليطبروا إياهنا البابئيان ما عليه وحي كقالب نقدام تطبيرا بابئين عسى ربكم ربكين وحو المديهي أن يرحمكم إنو إنين حريستو وإن عدتم هداد معصي الله بطان عدنا عقوبة دينا الله بنينا وجعلنا جهنم نارت جهنم وحن كبقني حصيرا حبسي للكافرين قالب اللغو حبسو وقضينا معاني بدنا لغو فصيرا معناها غوصة وابسان وحافظ كثير يا محمد الأمين وشنقيدي يا مريم وعيتهاي أخبرناهم وأعلمناهم معناها سأغوص حسن وقضينا وحن أشيقني أن أغيسيني إلى بني إسرائيل هير بني إسرائيل وحن أغيسيني وقضادة إلى ما تلكو قدبت معنى هدوا أخبر وي قضادة مارك إلى كدوا مرتو وأخبر يأعلمه وقضينا وين أغيسينا وأشيقنا إلى بني إسرائيل غير بني إسرائيل في الكتاب كتاب التوراة وحن أغيسينا لا تفسدنا والله وفساد الدونتان وفساد الدونتان في الأرض للك كوركيسة مرتين لبما لبما أيات للك فساد الدونتان ساسة إلهي أغيسينا أرنبع أيضا
oo ay samayn doonaan ilaahay og yahay ilaahay u sii sheeg u yiri laba goor ayaa dhulka fasaadi doontaan oo aad fasaad ku samayn doontaan dhulka korkiisa oo waxa weeye fasaadkaas u haado sida uu xaafid ku yiri dadka illa qasbo ee baadi lagu qasbo ee dadka lagu xad gudbo ee dadka faajignimo lagu sameeyo macnaheedu dadka maalkooda oo dhulmi lagu qaato dadka diigooda gardarro la iskaga dilo dadka irdigooda dhulmi wax looga sheego taasad samayn doontaan فساد في الأرض مرتين لما مر ولا تعلو ولا تعلن واتكر نقض دونتان وكبر دونتان علوان كر نقشة كبيرا وين فإذا جاء مركو يمادو وعد أولاهما لبادا مر مدى هره إذا بلنقات كيدا لبادا مر وعد فسادك سمان إذا مدى هره بلنقات إلهي كم بلنقات إنو إنين إقابة يو مركو يمادو بعثنا وحن سو سارينا عليكم كركينا إبادا الضوما الضوما دا صلانا نوصونا دي إبودية دا هو إبودية عامة طب أن أرغو أبو ريوي ما هن الضوما أو إبودية خاصة طب مؤمنين هو إلهي عبدا إما قال الله صليب كريم قال الله صليب خلاف أيام مفسرين تكوتشري يأي أحايين كواسو وحوين عبد الله بن عباس يقتاد وحيدا وقال كي تشاروت كها كاسا الله صليب ونمك الوحيدا وبقت النصر بقر كي أها على كل حال وحويان وانقدت قالها هاي قال المسلم فيري غير بنو إسرائيل وانقدت كتاب له كتاب الهستان دين الشيغان ايان فساب السمعيين إلهي وقو كل عبابي وكل إقابي وانما هاي قالك حب بدن الغدر قالك حب بدن الغدر مالك هو عقاب يعداب إلهي وكل عبابي وكل إقابي إن قالك اتماد وأي كحب بدنه وأي سنكون نحن قرابني ما كالما نحن وقوقون نحن diin kala ma dhahay oo kugu nuximaa hubka midku keenay baad uu hubti kaabina galooyinkaaga inuu xaq u maro oo xaq u maro oo xaq u maro waxa weeyaan waa cadaabiyada ilaahay ku cadaabada dadka diinta khilaaf marka kitaabka alla khilaaf cadaabiyada ilaahay ku cadaabay kamid tiri balaayadaas sida ay u cadda marka labada mar marka horeeyda marka ay timaado adoomadan soo saarayna adoomadaas oo lana anaga noo sugnaado ilaahay yiri adoomadaas oo uri baasin dagaal saaxiib ah adoomadaas oo uri baasin dagaal saaxiib ah dagaalku shadiidin adag fajaasu waxay ku wareegi doonaan khilaala diyaari magaalooyinka dhexdooda magaalooyinkiini agaal ka xoog badan tayimaado waxa ay iskaga socona waa u jeeda xakama qaba kirtay shaas ka mara waa adab waa dul tiir xaq uu iska mara haafidku wuxuu yiri waxa weyn fajaasu khilaala diyaari fiiri macneedu waa maxay فجاسو خلال الديار وهو يري تملكوا بلادكم مغالوينكين حنانيا وسلكوا خلال بيوتكم غريين اسك دحمرايا اي بينها ووسط غريه دحدوده وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون احد غريين اسك دحمرايا وحقا وسقدا وصلوا بايا ادنا عيدن كلا انتم مره وكو تكنيكودي ده انت اسك مره ابنا كعب سمي ورصاص منا هبه يا مركا waa inay cabaato marka arintan waa maxay arintan laba meedo marka mid ka yidha salaadaas qof walba way hurdo kugu gali laba meedo waa ka ciidan kaas inay yihiin ciidan naxariisa oo ilaahay gurmadu keenay oo amniga suugi raba oo wadanka noo deji raba oo kala dambayntii soo celin raba oo dawladnimada dhidibada u aasaya miya ma sadan biyan galnay adaw ilaahay nagu saliday weey oo dulli meesh u dambayday aan marayn wala ka waana ilaahay nagu sameeyay waana dulli samaha marka waa inaad garato qofka qaba amniga sugaya dawladnimada dhidibada u aasaya waxa weeyaan qofkaas moogtay waxyaalaha qariibka qofku dulliga marka gaal wuxuu gaaraa bil aks qofki hadda waqtigan aan joogno maalin u fahansan qofkaas ma wax la fahmi kara ha waa habeen waa mugdi marka isku leey anuu waa maalin aan kuleey waa qofkaas si wax looga dhaaray ayuu sheegay qofka marka gaal oo hubkiisi wata inta lagu saliday oo maanta rab ku baroobayna oo wax aqbaa kale dhexeyn qaraabnimo ku ilaalinna diinku ilaalinna wax naxariis u gelinna suur rab ku baroobaysana haddana qofka reejka ka sugeeyay qofkaas markaa fiir waa qof dulligi dan u arkaa kowa adabkii iyo dulligi allah ku saliday tiiyuba u arkaa masaxad marka waa qof nasaqan wey qofkaas waa qof shakil aan waa qofkaas waa nasaqay waa qof maskaxdiisu dulleysantay سبحان الله إلهي إن كما أقبل غارة وحي لين إلهي بذلك ورنجة سيقال سبحان الله إلهي أكبر سكا أقبل نبتا وابنو آذن حتى لما ديكرو قوم الله نسقيا مغلي جيرين قفك نوع عاص وكلام وقف الله نسقيا وحكا الله ديكر لما أعرف إلهي الدولي نغسي سلط ويمبت
أعوذ بكلماتي مركب بنو آدم هل كاسو قارن مركب دلوق دلوق هل كاسو لقارن حتى عذاب كي إنه نحريس وارك عذاب كي هدو نحريس وارك وقف كاسو القوت شوكا من الفهم كان قف كاسو وحب بنو آدم كي ليقين حتى وكبح قف كاسو نحاسو مركب واحد يابو فجاسو وي وريغن قالدي وي وريغ دونار ليدا فجاسو وفعل ماضي لكن مستقبل كم معنين صبت او جوابت اضافه كعفنت بعثنا اجوابتي فكاسو كعفنت مركب واحد مستقبل كلق بيني فجاسو قالاداس وحي وريغيان خلال الديار غريها دخلود اسكا وريغان اسكا سكنيان الى وحي وكان اسم كان وحا كدغيدا البعث المذكور ان وحا وين عيدن كاس قالادا لا سو سارو لين كوسليدو وكان بعث كاس وحو هادي وعدا بلنقا بلنقات كاس مفعولا لسمينا شكل عام شكل عام ثم رددنا وحان سو إليناه إلهي لكم إذن كيني سو إلينا الكرة رغا الإلينة علين كوركو ذات كور رغا الإلينة كرة معناه دو وحويان الدولة الدولة دولة دماما وإن الأوضة يلتان دولة وحال إلى هذا شيء كان إن قف كانونا مرقات قف كانونا مرقات دولة هي الدولة لبضا بوال إلى هذا دولة ولا قدود ذلك هي الدولة ولا ما واحد لولا تجد الدولة ولا ما تجد واحد لولا تجد الجوش يلا الكوكو سوى لك مكة سيدا واحد من تلالين كوكو فصيرة مركا الكرة واحد وين هو الانتي على نسينا ها واحد ينسو الين ان اودي اذن كاتك قارب نقنعو اذن كاتك قارب نقنع على ويتكك انا اذن ازد يا صلى الله عليه مركا الهي سبحانه وامددناكم واحد ينسي يدينينا باموال ماليال وبنين ويلي اي انين كردينينا او انسينينا وجعلناكم وحان ان كيرينا اكثر دت قوه او بدن نفير عيدن بحر نفير كوا عيدن كدوله وحان ان كدغينا دت ازل او اوغله او عيدن كبحي ادو لا دغالما اي دت او عيدن بدن اتين اود يا مكن لين سو خلينا اول ايغا هيستي غانتي هوره ايدين كلي كو سو وريجينا و مركا سداستا الى و خو ييري ان احسنتم هداد ورا جيران عملك او اقواشين يا اعماشين اد ونا جيران قد إلهي أضيعان قد أمركي إنها إصلاحان أحسنتم واحد وناجس أصنيدين لأنفسكم إلهي وحده ما عدنا تري معايا لي وناجس أصنيدين مصلحة ديسو إذن كينين صلى الله عليه مصلحة ديسو إذن كينين صلى الله عليه إذن كأدونك إسا كنا لنا إذن كأقرات شنا غير الله شهيرة إلهي دنك وجهته واحدنا إلهي وجهته مركب نفتي نقص أصنيدين سو ما تجدي وإن أصعتم حتى عملك خميران أتربيين عصيران oo wuxuu in ka reebay ku dhacdaan sida dadkii la iska dilo sida dadka maalkooda xaraan lagu qaato dadkii la dulmiyo irdigoodii sharaftoodii wax laga sheego falaha fa isaa'atukum himanta aad samaydeen laha naftiina usugnaa idinka uquubadii adduunka in ku dhacayda cadaabka aqreena mudanay uquubadii adduunka cadaabka aqreena idinka mudanay ila wuxuu ri subhana fa idha jaa amarku yimaado waxdul aakhirati markii dambe balanqaadkeedu markuu yimaado oo wax weyn dadkii macaasi sameeyna markaas ilaahay hadana gaal ku soo siliga adeeb algu adeeba soo ma jeedid faayda jaa markuu imada wacdu aakhirati markii dambe balanqaadkeeda jawaabkii markii hore oo kale soo qadano markii hore jawaabku waa la sheegay faayda jaa wacdu lahumma ba'athna alaykum samaahin tawalla hadfi lidalalati alawwal kan hore ku tusay marka waxa leedahay xudifa min athani lidalalati alawwal thani gal laga hadfi awwalka ku tusa فإذا جاء مركو يمادو وعد الآخرة مركة ضمبي بلنقات كده بعثناهم حتى نوا صوصار إنا قالب حتى نوا كن قال دولان محلو كينا إنا إن إزيان ميا ميا ليسوء إنا يحميان وجوهكم وجيالكين ليسوء وحل إلتنا إنا إن الدوليان دل إنا إن سارا ساسا اللو كينا إيوه محاكل اللو كينا وليدخلوا إنا قلان المسجد مسجد ومسجد كده ما يكون فانا يين فيه روح وقاه لين صنعين إنه قاليه عيضة كتوسة فيه وليدخل عيدا كان ضمبا إنه قلان المسجد المسجد كه كما دخلوه سيدي مركة ورقوه قلان أولا مرة مركة وقوه الرئيدي وليتطبروا إنه بابئيان ما قالوا وحي كأت كادان تطبيرا بابئين فيه مركة داد مسجد كودي قالا قاشي دولي أمات دمان موقت دولي قوه وقود عوضان في مسجد كالحا وقالاكو عابد كيري مسجد كوه مسجد وبيت مقدس marka masjidkaagi iyo gurigaagi in gaalku wax weyn iska dhexmaro iska baabiyo wax weyn waa dulli iyo wajiga uu duloobo marka hada dulliga adu xisa u taqaan dad banu aadan matin waa nasaqanta marka asa rabbukum raddigin ruuxu mudan yahay an yarhamakum in uu inna xaristo ta toorab kentaan hada weyn inna xarisana hadana wala in ka raba gaalama ta toorab kentaan
oo waxa weeyaan lagu bedelo macaasidi daaca ilaahay waxa weeyaan ilaahay weyna waa in ka roga marka cadawga waxa looga adkaada waa maxay daacada ilaahay ah waxa weeyaan aqeedada saxiixa amalka saxiixa macaasido laga fogaado diiga muslimka laga fogaado hantida muslimka laga fogaado irdiga muslimka laga fogaado wax alla wax alla reebay macaasida oo daroogadi zinadi qurunki balaayadi oo dhalla suuriyo waxay keentaa izada in cadawga ilaahay ka gacansi معاصيله وحي كانت عدو إلهي مخوصل تاسي كانت ساس القرآن كعدين عسى ربكم ربكين وحو مدهي أن يرحمكم إنو إنين نحرستو إنو إنين نحرستو وإن عدتم هداد لابطان أو معصيد لابطان وإن عدتم هداد لابطان إلى المعصية عدتنا إلى العقوبة نقول عقوبة دي الله بينه إلهي سيدينا إنين عقابين لذلك أتقين قرقار دانا مركز لغوصل وجعلنا جهنم نار جهنم وحن كدغنو الهيي حصيرا حبسي للكافرين قالا ودغن مرك حصيرا لبا تفسير الهي با هي لبا تفسير با صحيح حصيرا حبس سجن لو فسر ايو حصيرا لو فسر